يقول الصمت حكمة والكلام السمع نور للعقول، والصد زمانه والأمانة ثقلها ثقل الجبال، والعدل ساس الملك فيما العرف معناه الشمول، والحق قوله مر بس خير من قول الضلال، والشكريبة داخلية يشترك معها ميول مبني على شيء من الريبة وشيء من الخيال، أما الضمير يبين في بعض المواقف والفعول، وأكثر فعوله خافية والعلم فيها ذي الجلال، والأجل ساعة بس حدد وقتها متى تزول، خايف على المخلوق والخلاق عالم بالزوال، والرزق ما يقدر حد دونه لو حاول يحول، والمال زينة فالحياة ومعف الزينة، العيال والعقل لبنادم وكل اللي سواه بلا عقول، حتى يحق الحق ويعرف الحرام من الحلال، ما الله خلقنا للهو ولا نقول اللي نقول، لا والله أكرمنا لكن أكثر محا منا إثقال، حمل الأمانة في عواتقنا ثبت ما فيه قول، حنا حملناها برادتنا جهل مدري هبال، صارت علينا حمل باهظ كان ما صرنا عدول، فيها الحياة اللي تعود في الأخير إلى الزوال، إبليس لبنادم عدو في كل حال وكل حول، هو من يطول في القصار ومن يقصر في الطوال، حف المكاره للبنادم بالحلاوة والذبول، والخير حفه بالتكاسل وانصبر، وحف المكاره بالتكاسل وانقدر، سوى المحال لو كل صاحب عقل عاش بدنيته حسب الوصول، لو كل عاش بدنيته حسب الوصول، ما شفت حد في هم والله عايش في ضيق بال، الناس نسيت في السنين التاليه بهض الحمول، ما همها الا تكسب الحجه وتجمع راس مال، ما فكروا وش كثر حملتهم اليحانه المحول، ولا اللي قامت تلاطم ضدهم غبره اللياله، بختصر والله الكلام منين ما جيت يطول، يا كثر ما عندي من التفنيد وعلومه الرجال، لكن بخلى الكلام المنهوج دربه يقول، اهل المواعظ والدعاه لهم نبن خلى المجال، هم خير من يوحي للامه في ايجاز وفي شمول، الله يوفقهم ويجعلهم هداها عن الضلال، بينت لك والحافظ الله لي ولك ومن نعول، الله يظللنا بظله لان ما غيره ظلال، هذا كلام اللي مقصر بس ما هو بمهبول، يبراه بري ولا يحب يخوض في بعض الجدال، عسى يلقى في مسامعكم وعند الله قبور، والمؤمنين الله كفاهم من بلا شر القتال. سؤاله ما شاء الله ما شاء الله صح ما شاء الله ما شاء الله عليك، هذه عن 1000 موعظه يا ابو عايد. اي والله الله يصح لسانك، والله خلقنا لله. احسنت ما شاء الله عليك، الإلقاء والروح وبيض الله وجهك، كلكم ما احنا عليه قصور النبل. جميل ابو عايد، الليله نزلت عليه من رحمه. ايه اليوم اشوف